إذن عن ملف مصادر تمويل الميليشيات الموالية لإيران في العراق ومحاولة صناعة حرس ثوري جديد في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق لحيالي. أستاذ عبد الرزاق مرحبا بكم. يعني كما تعرفون منذ سنوات وإيران تمول ميليشياتها من خلال عدة طرق، ولكن إلى أي حد أثرت العقوبات الأمريكية فعليا على مصادر تمويل تلك الميليشيات؟ تحياتي لك سيدي والمشاهدين الكرام. أهلا بك سيدي الكريم. أكيد العقوبات الإيرانية أثرت على الداخل الإيراني. إيران تمد الميليشيات الولائية التابعة لها من قبل الحرب الأمريكية وبعد الحرب الأمريكية إلى حين تشكيل الحشد الولائي. بعد تشكيل الحشد الولائي، الحقيقة الحشد الولائي هو اللي بدأ يعني يدعم إيران ويدعم الأذرع التابعة لإيران في الوطن العربي. مهمة الحشد وتشكيل الحشد وميزانية الحشد وما يريد الحشد هو دعم إيران. يعني ما مرتبط الآن، يعني إيران ما معتمدة على أنه الحشد الشعبي تدعمه ويعمل. اليوم الحشد الشعبي ميزانية قوية جدا، هو اللي يدعم إيران، هو يدعم أنصار إيران وخطط إيران وأفكار إيران بالعراق وخارج العراق. سيدي أستاذ عبد الرزاق، الآن يثار جدل بشأن حجم مخصصات الحشد في الموازنة الجديدة التي أقرت، ولكن السؤال المطروح، هل هناك أوامر من طهران للحكومة في بغداد بتحميل الشعب نفقات هذه الميليشيات برأيكم؟ سيدي، الميليشيات الولائية التابعة لإيران متآمرة على العراق وعلى فقراء وتعساء الشيعة قبل غيره، وجعلوهم يعتاشون على المزابل والنفايات في أغنى بلد في العالم. والحقيقة القادم أسوأ مما نتصور إن لم يتم قطع دابر هؤلاء المتلبسين والمتبرقعين وزقع الدين والأدب. هذه الميليشيات الولائية أوامرها واضحة من إيران، والموازنة العراقية تمر على فيلق القدس الإيراني، قرارقاه قدس إيراني، حتى يضيف ويحذف من عندها اللي يريده حتى يعني يقرون هذه الموازنة. فقوت الشعب العراقي مستهدف من الإيرانيين، من الحكومة الإيرانية ومن الدولة الإيرانية، مستهدف قوت المواطن العراقي. المواطن العراقي يدفع ثمن سعادة الإيرانيين وثمن سعادة الميليشيات الولائية اللي تابعة لإيران، وهذه حقيقة يعرفها جميع. أستاذ عبد الرزاق، بحسب مجلة الإيكونومست البريطانية، تقول المجلة إن الذراع الاقتصادية في الحشد هي التي تقود إعادة إعمار العراق. ماذا يعني إسناد ملف كبير ومهم مثل هذا للميليشيات؟ ماذا يعني ذلك؟ وهذه الخطة المتعارف عليها قبل الاحتلال الأمريكي. يوم كانت هذه الميليشيات الولائية وقياداتها موجودة في إيران، يعني اذا كان يريدون يسوقون شيء من السوق بالسوق، التاجر يكتب لهم اضعاف ما هو يعني بايع لهم. وهاي القضيه متعودين عليها ومتعلمين عليها داخل ايران، لذلك شكلوا هاي الشركات اللي تابعه للحج الولائي، ومنها شركه المهندس اللي نعرفها كنا نعرفها اللي هسه هي تقود القطاع الخاص والعام، وحتى يعني تقود يعني مشاريع الدوله العراقيه. وإذا صرفوا يعني مليون دولار أكيد راح يأخذون من الخزينة العراقية مليارات الدولارات باسم هذا المشروع، اللي يعني دخلوا حتى في سحب المياه المجاري أبو علي الكوفي اللي معروف حرامي منظمة بدر، اللي هو صاحب عطاري يعني في السويد أو في، وبعدين انتقل إلى لندن. هذا الرجل لوجستي الحشد اليوم بيده، يعني راح يشتغل داخل يعني يسحب المجاري وياخذ اضعاف يعني مما يستحق من الخزينه العراقيه. وحتى الرحلات للمدارس، الرحلات اللي يسووها المدارس من قاعده اللي تقعد عليها الطلاب، ياخذون اضعافها من الخزينه العراقيه. وبهذه الطريقه استفلست الخزينه العراقيه، بهذه الطريقه. يعني هو اصلا تشكيل الحشد الولائي الايراني هو اخطر شيء على العراق وعلى الخزينه العراقيه وعلى الواقع العراقي، وعلى وهو المؤثر الوحيد على الفقير العراقي، الحشد الولائي الايراني. وهذه خطط ايرانيه قديمه ما زال يطبقوها للعراق، للاسف الشديد يعني وسط صمت مطلق من كل المكونات اللي المطلوب هي تكون مو ايرانيه او مو تابعه لايران. على ذكر المليارات استاذ عبد الرزاق، اللجنه الماليه النيابيه
يعني أكدت أن حصة الحشد ارتفعت من 2,160,000,000 دولار إلى 2,060,000,000 دولار بخلاف طبعا المخصصات السرية، ولكن في هذه الأرقام تحديدا هل يراد لميليشيا الحشد أن تكون حرس ثوري جديد لكن هذه المرة في العراق أستاذ عبد الرزاق؟ الميليشيات الولائية الإيرانية تابعة للإطار الفارسي هي قطعات إيرانية حرس ثوري إيراني من البداية، قبل أصلا يعنون حشد شعبي، كانت العمل، كان الدعوة كلها ميليشيات إيرانية بحتة، مو الآن صارت هو حرس ثوري إيراني، موجودين من البداية هم حرس ثوري إيراني، وما زالوا هم يعتبروهم من الفيالق والقطعات المهمة في الحرس الثوري الإيراني. وهي قالها رفسنجاني أيام كانت الحرب الإيرانية على العراق، قال إذا ما نحسب منظمة بدر هي من المنظمات الأولى بالحرس الثوري الإيراني يكون ظلمناها، يعني هذا له تصريح واضح وموجود ومسجل في صلاة الجمعة. وإلى الآن هم يشوفون الحشد الولائي الإيراني هو حرس ثوري إيراني، بل من القطعات الأولى اللي يعتمد عليها الرهبة الإيراني في احتلال العراق واحتلال المنطقة الحقيقية. أستاذ عبد الرزاق، كما تعرفون انتهت الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، ولكن لماذا بقيت ميليشيا الحشد في العراق؟ هل تعتقد أن بقائها هو مرتبط بما قاله السوداني اليوم بأن ميليشيا الحشد باتت ركنا أساسيا من أركان المؤسسة الأمنية والعسكرية؟ استبدلنا الحشد الولائي الإرهابي بتنظيم داعش الإرهابي، ما يعني سوى شيء هو السوداني. السوداني صاحب التصريحات اللي هو أصلا منصب رجل، يعني بيشوف شنو قدم لنا احنا مثلا محمد الشاعر السوداني في الوقت اللي مثلا الساندة يعني مساند من كافة الحكومات من أمريكا، من بريطانيا، مبارك من إيران، الكتل كثيرة للساندة، يعني الصدرين انسحبوا من البرلمان، يعني لديه خزين أموال وذهب هائلة لم يشهد لها تاريخ العراق على الإطلاق، ما عنده معارضين من داخل جماعة الولائيين، الميليشيات المسلحة وياه، الولائية، الزبابيق، الإعلام، الجميع ويا محمد الشاعر السوداني. شنو قدم محمد الشاعر السوداني بهاي الأشهر اللي حكم بها رئيس وزراء العراق؟ شنو قدم؟ وين قدر يصحح من الفساد والدمار اللي يعني أوجدت الميليشيات الولائية الإيرانية؟ اليوم الكل حتى قيس الخزعلي قال الحشيد الحال بعد أن ينتهي داعش، انتهى داعش. نعم. فالح الفياض وعد أن الفصائل الولائية يجب أن تنتهي. تفضلوا، ما عدنا اليوم دواعش، بس عدنا دواعش الحشد الولاء الإيراني. وين تصريحات السوداني؟ وين مواقف السوداني من أجل تخليص العراق من الحشد الولاء الفارس الإطاري الإيراني؟ الحقيقة محمد الشاعر السوداني مو هو اللي يحكم العراق، اللي يحكم العراق هي السفيرة الأمريكية والمالكي والعامري وقيس الخزعلي. من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق لحيالي، شكرا جزيلا لكم.